هذه الحياة هي مستشفى حيث تتملك كل مريض الرغبة في تغيير السرير. هذا يريد أن يعاني أمام المدفأة، وذاك يعتقد أنه سيشفى إلى جانب النافذة. يبدو لي أنني سأكون دائما بحال جيدة هناك حيث أنا غير موجود، وفكرة الانتقال هذه هي فكرة أناقشها دون توقف مع روحي. أخبريني يا روحي، أيتها الروح الفقيرة الباردة، ما رأيك أن سكننا لشبونة؟ لابد أن الجو ساخن هناك وستبتهجين به كما حيوان زاحف. هذه المدينة على حافة الماء، يقولون أنها مبنية من رخام، وأن سكانها بهم من كره النبات ما يجعلهم يقتلعون كل الأشجار. هذا مشهد طبيعي كما يشتهي ذوقك، مشهد من ضوء ومعادن وسوائل لتعكسها. روحي لا ترد بشيء. بما إنك تحبين السكينة إلى هذا الحد مع مشهد الحركة، أترغبين السكن بهولندا؟ تلك الأرض المبهجة، فقد تستمتعين بتلك الأرض التي دائما ما أعجبتك صورتها في المتاحف. ما رأيك في روتردام؟ أنت التي تحبين غابات الصواري والسفن الراسية أسفل المنازل. ظلت روحي صامتة. قد تجعلك باتافيا تبتسمين أكثر، وسنجد بها روح أوروبا ممتزجة بالجمال الأستوائي. ولا كلمة. أتكون روحي ميتة؟ هل بلغت إذن هذا الحد من الخدر حيث لا تنتشين سوى من آلامك؟ إذا كان الأمر هكذا فلنهرب صوب تلك البلدان المشابهة للموت. سأتكلف بالأمر. أيتها الروح البائسة، سنحزم حقائبنا صوب تورينيا، ولما لا نذهب أبعد إلى أقصى البلطيق أو أبعد من الحياة حتى؟ إن كان هذا ممكنا فلنستقر في القطب، هناك لا تلامس الشمس الأرض إلا نادرا، والتعاقب القليل للضوء والظلمة يقتل التنوع ويزيد الرتابة. هذا الجانب الآخر للعدم، هناك يمكننا أخذ حمامات ظلام طويلة بينما يرسل لنا الفجر على سبيل الترفيه أشعته الوردية التي تشبه انعكاسات ألعاب نارية من الجحيم. أخيرا انفجرت روحي وصرخت بي بحكمة، في أي مكان، في أي مكان شريطة أن يكون خارج هذا العالم. من كتاب كآبة باريس، شارل بودلير، بصوت شادي القصاص.